إسلام شاب مصاب بالهيموفيليا. حادث بسيط قد يسبب له نزيفاً حاداً، ورغم المضاعفات الصحية التي تعرض إليها، غير أن المرض لم يمنعه من بلوغ الدراسات العليا. رسالته إلى جميع المصابين بالهيموفيليا: تحدي المرض والتمسك بالدراسة. الدراسة هذه هي اللي تخلي عنده أولاً موقع في المجتمع، يقدر يثبت نفسه في المجتمع، لأنه ماشي معناته كي راهو مريض بالهيموفيليا المجتمع راح ينكره، ولا بالعكس هو اللي راح ينكر روحه، ولكن بالدراسة راح يقدر يثبت نفسه. ثانيا، لأنه بما أنه هو مريض بالهيموفيليا ما يقدرش يمارس مجهود عضلي كبير، المفروض أنه يتابع الدراسة تاعو، لأنه الدراسة تاعو هي الوحيدة اللي تقدر توفر له على الأقل منصب عمل اللي موش راح يشكل خطورة على الصحة تاعو. يتجاوز عدد المصابين بالهيموفيليا في الجزائر 2400 حالة، في الوقت الذي يؤكد فيه الأخصائيون أن العدد الفعلي يفوق 3500 إصابة. مش رانا نسناو في النوم دي موفيل هنا في الجزائر حوالي 3500، وإحنا رانا في 2500، دونك كاين حوالي 1000 مازال ما صبناهمش، مازال ما درنالهمش دياغنوستيك. وعلاش؟ باسكو ربما هذاك الهيموفيليا ضعيفة، ماشي صعيبة. باسكو كي تكون هيموفيليا صعيبة سيفير، غير ينزاد صغير يبدا يحبي غير شوية، يبدا يخرجوا لي بلو زروقيات، يبدا ينجرح، لا طاحت الدرس شو دونت لي تاني دي فوا، غير في لا نيسونس في الزيادة بوندون لاكوشمون دي فوا موفمون صعيب شوية، مي الصغير يكون ينجرح ويكون عنده مشاكل تاع أمراض الدم تاع الدم يسالو. يتم التكفل بمرضى الهيموفيليا عبر أدوية مضادة الالتهاب لتجنب ظهور الأعراض الجانبية للمرض كالإعاقة الحركية، وعلى الرغم من صعوبة الأمر يرفع المرضى تحدي العيش كغيرهم من الأصحاء.